حابب نقرأ مع بعض أفسس 5 اللي معاه كوبتيك ريدر، يطلع أفسس 5، وحابب إن احنا نقرأ مع بعض من أول. شكرا. من أول 21 أو من أول 20. أفسس 5:20 بيقول معلمنا بولس في أفسس 5:20: شاكرين كل حين على كل شيء، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. أيها النساء، مش عارف بدأ بالستات ليه، بس يعني هنشوف دلوقتي. أيها النساء، اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح، كذلك النساء لرجالهن. حط خط في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نسائكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن. الغضن اللي هو الكرمشة الوش اللي بيحصل في العاجز يعني، أو شيئا مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نسائهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه. حط خط تحت يربيه وشوفه في الإنجليش إيه. كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل ذلك أو من أجل هذا، يترك الرجل آباه وأمه ويلتصق بامرأته. حط خط ما بين يلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. حط مليون خط تحت جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. نعمة الله الآب فلتكن مع جميعكم يا أبائي وإخوتي جميعا. أمين. يا ريت كده بتبريزيرف كل الانرجي يعني. مرسي يا حبيبي، كتر خيرك. حابب اكلمكم على حته يعني ايه جسد واحد، وما هو هذا الجسد، والحاجه الثانيه الوصيتين اللي كررهم مرتين. غريبه قوي، هنشوفها دلوقتي. معلمنا بولس الرسول عامل زي معلمنا يوحنا، أول لما يقول حاجة يقولها بس، لكن اشمعنى المرة دي يكررها مرتين؟ يقول أيها النساء اخضعن لرجلكن، والمرة اللي بعدها يقول برضو اخضعوا تاني. ايه ده؟ ويقول للرجال يقول لهم احبوا، وبرضو في الفيرس اللي بعدها يقول احبوا تاني. يبقى هو عاوز يوصل التو كوميدمنتس دي، الوصيتين الكبار دولة. بس التساؤل اللي هنسأله، ليه خلى الخضوع للست وليس الخنوع؟ وهنعمل كومباريزون ما بين الخنوع والخضوع. وليه خلى الحب بالنسبة للراجل؟ في أوقات كتيرة قوي بيبقى
في فرق بنعمل mixing to these commandments. بنقول هي ما بتحبنيش وهي تقول ده هو ما بيخضعش ليا خالص. طب اشمعنى؟ اشمعنى؟ نشوف كده. انا من ضمن الكتب الحقيقي اللي ياريت ياريت كلنا نقراها كتاب الجواز او الزواج، بلاش الجواز، الزواج، ها، لمعلمنا يوحنا ذهبي الفم. هتلاقيه انا مرة اديتكم كده في اسمها مكتبة الكتب المسيحية، ها، ممكن تسيرش وتلاقوا الكتاب ده. كتاب ابائي حلو جدا جدا لو قريتوه، بالرغم من ان معلمنا يوحنا ذهبي الفم ما كانش متجوز، لكن كانه بالظبط بيقول الديتيلز اللي بتحصل في البيوت. فاي ريكومند ان انتم، موجود بالانجليش وبالعربي على فكره، اي ريكومند ان انتم تسيرش اباوت ذيس بوك وتبتدوا تقروه، لان في فايده قويه جدا. لان احنا لما جينا نتجوز انا شفتها عجبتني، عجبني شكلها، هي شافتني او هي شافته، لقيته راجل وكويس. ده بيسموه الاعجاب الاولي. اوكي، في حاجه مميزه عن كل الرجاله اللي شفتهم، هو فيه وهي فيها حاجة مميزة عن بقية البنات اللي حواليها. بدأ فترة الإعجاب. بعد الإعجاب، الإعجاب ده just إن this is the first step. بعد كده بيحصل فترة مش الإعجاب، الاهتمام. الاهتمام، بعمل focusing على الشخص اللي أنا هبتدي أرتبط بيه. بعد الاهتمام بيجي خطوة ثالثة اسمها الانشغال. بدأ دماغي ينشغل بيها وبدأ دماغها ينشغل بيه. بعد كده بتيجي فترة أو جزء اللي مهم قوي، وهو الحب. ولكن الحب تحته حاجات كتيرة قوي. It's not related to love. It's not related to love at all. ولكن يجي الحب اني زي ما قلت لكم الامتلاك، انا خلاص بقيت مهتم بيها او انا مهتم بيه، انا عاوز اتملكه 100%. ما سيدنا خد بالك في الطقس ما عملنا الاكليل، انت بنفسك وانت والابهات تقولوا ايه؟ باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، مشرع شريعة الأبكار ووضع ناموس الأبكار، نعلن في هذا الحفل المقدس عقد إيه؟ إملاك. لا بلاش قران دي، الله يخليك، مش بتاعتنا. Thank you إن أنت قلتها علشان نظبط الترمينولوجي بتاعنا according to the Orthodox Church. Please، عقد إملاك مش امتلاك. عقد الاملاك ده كل واحد زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، ليس ذكر او انثى، الاثنين، خدوا بالكم اللي هقوله قوي، الاثنين بفرديتهم اللي هم الون، ها، بيجوا يجتمعوا في هذا السر بالمسيح يسوع. يجتمعوا كده يحصل هذا العقد الإملاك. مرة قلت بس هعمل adjustment كده، لو اعتبرنا ان الصليب ده هو، مش عاوز اقول المادة، ولكن القوة اللاصقة بين الطرفين، عقد الإملاك بيبقى كويس قوي، بيبقى كويس قوي قوي. عشان كده في الآية اللي قريناها أو في الجزء اللي قريناه جايب بيقول ويكون الاثنان إيه؟ جسد واحد. العربي ضعيف جدا جدا جدا،
البروسيس بتاعت الجواز it's a process it's a life مش عايز اقول process it's a life. الجواز بيبتدي ولا ينتهي للأسف. هي احنا اتجوزنا يلا خلاص احنا اتجوزنا نو لا 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 دي it's a life. وبالتالي يكون الاثنان جسدا واحدا في اليوناني جميلة جدا present continuous على طول على طول الاثنين هما الاثنين بيجهدوا علشان يكونوا جسدا واحدا. في جهاد في حياة جهاد لاني في another power that want to split اللي حصل الواحد ده. في باور بتتعب جدا اني ما تشوف البيت stable and one. عشان كده اليونيتي دي اللي بتحصل في الجواز قديس يوحنا ذهبي الفم يقول لازم كل part that constitutes this union ان هو يسيب الفردية بتاعته يسيب الايه الايجو الانا يسيب الانا ويقول آية جميلة قوي قالها السيد المسيح قالها معلمنا بولس الرسول لا انا اصلك هو مرتبط كده هو شايفها بعينين المسيح فبالتالي لا انا هو المسيح اللي شايفها وهنتكلم دلوقتي وهي شايفاه بعينين المسيح فبالتالي الذي يجمعه الله لا يفرقه إنسان. علشان كده هو ده مفهوم الجواز في الكنيسة مش اكتيفيتي اجتماعية زي ما قلت لكم في الأول مش أنا شفتها وأعجبت بيه وأنا شفته وأعجبت بيه يلا نتجوز هي اتجوزنا خلفنا تبتدي بقى تظهر ايه ده انا ما كنتش اعرفه ان هو كده ايه ده هي طلعت غير كده خالص ده انسانة تانية خالص وتبتدي تسقط القشور وتبان الانسان الداخلي. علشان كده I recommend برضو في فترة الخطوبة لولادكم بقى ركزوا بقى على أولادكم بلاش انتم فترة الخطوبة لأولادكم خلوا أولادكم ما يعوشوش في الهيام عارفين ان هم they are taken by emotion كده طايرين في السماء ما فيش أرض خالص هم الاثنين طايرين عارفينين الهيمنين ببعض طايرين بجناحها كده وبعد كده أول ما يقعدوا على الأرض يتخبطوا خبطة جامدة قوي يتخبطوا بالرياليتي. لا مش ده الجواز المسيح مش ده الجواز المسيح. طب اليونيون دي اللي بيحصل في الجواز المسيحي اللي هو ما بينهم المسيح ايه الحاجات اللي احنا قلنا ده جهاد خدوا بالكم ده جهاد عشان to keep this union لان في باور تانية عاوزة تعمل السبلت ده. في حاجتين مهمين قوي نمرة واحد يجيب التو بارتس ويبتدي يقول لهم يلا كل واحد انا هقول لكم تعملوا ايه. يجي للستات الاول مش عارف ليه انا سألت معلمنا بولس بس مش عارف ليه يعني سألته كتير يعني بس هقول لكم في الاخر ليه للستات. يقول ايه ايها النساء اخضعنا لرجالكن لرجالكن. ها ايه حتة الخضوع دي؟ يقول معلمنا يوحنا ذهبي الفهم في كتاب الجواز يقول كلمة جميلة قوي ما ينزلش بالخضوع بالطريقة الإنسانية اللي هو فيه إذلال وفيه تعب نفسي وأنا ضغط على نفسي وخضع يا ابونا عشان الدنيا تمشي. لا لا ده مش خضوع
ده يدوبك عاوز بس الخضوع ده، عايز دبوس وينفجر. لكن معلمنا يوحنا ذهبي الفم جميل جدا، يشبه المرأة حينما تخضع كالسيد المسيح. يقول إني حينما تخضع المرأة لرجلها كما خضع المسيح لمشيئة الآب، شوفوا اللي جاية دي، وتقبل الألم لأجل خلاص زوجها. إيه ده؟ آه ده كده الديفينيشن صح، كده الديفينيشن بتاع الخضوع للمرأة صح. هي تخضع علشان خلاص هذا الشخص اللي هو بالنسبة لها المسيح مات لأجله. والخضوع لغاية إيه؟ يتقلها شوية، يتقلها شوية معلمنا ذهبي الفم، ويقول حتى إلى الصليب أو حتى إلى الموت. صعب يا سيد، معلش إحنا خلينا على الأرض، ما نبقاش إيه فوق في السماء، مش عايزين حاجة سبريتشوال فوق طاقتنا. صعبة، أيوة صعبة، أيوة صعبة. لكن بما أن هذا سر مقدس داخل الكنيسة القبطية، فيأخذ قوته من الروح القدس. بتنشغلوا كتير، أنا آسف وبحزن، بتنشغلوا كتير في الإكليل، ويقعد بقى العريس يظبط البابيون وهي تظبط البوكيه، وعمالين يضحكوا للناس، وابونا يقول قول يا عم زي ما انت عايز، احنا المهم الساعة دي تعدي ونخلص. بتحزنوا قلبي، بتحزنوا قلبي. لكن المفروض انتوا عارفين الطقس الصح كان بيتعامل امتى؟ جوه القداس، وبعد كده خلوه بعد القداس، وبعد كده خلوه بعد باكر. ها؟ كان سر مقدس يحل فيه الروح القدس. علشان كده اللي صعب قصادك أن تموتي لأجل هذا الشخص في الخضوع. الخضوع على فكرة حبايبي متعب، متعب، بس إيه؟ according to your energy. آه هتخضع يوم اتنين، موقف اتنين تلاتة هتخضع فيه، بعد كده هتطلعي كل آلات الحرب وإيه وتوجهيها قصاده وتبتدي الحرب. ليه؟ لأن أنت اتمليتي. لكن الخضوع حينما نطلب من الروح القدس، قولي له كده، أنت اللي اديتهوني، وأنت أنا مفلسة، بحب الكلمة دي قوي، تملأ أما صلي كده أقول له أنا مفلس يا رب، أنا مفلسة، اديني بدولار ولا اتنين دولار كده حبة خضوع عشان أقدر أخضع له. خلاص اتعبيت، البيهيفير بتاعه متعب، بيعمل حاجات غلط. صدقوني اول يما الستات تبتدي تأخذ من الروح القدس اللي تمم السر المقدس، لا ده كل ما تخش مخضع الصلاة تتعبى خضوع وتتعبى اتساع قلب، زي كده ما بيقول معلمنا يوحنا ذهبي الفم، الجأنا بسرعة إلى مخضعكن. بيقول للنساء كده، الجأنا بسرعة إلى مخضعكن وادعوا من أتم لكم هذا السر. 911 بسرعة، مش 911 التاني ها اللي احنا بنتألم منه دلوقتي، لا 911 الروح القدس، الحقني، مش طايقاه، مش قادرة أخضع تاني. صدقوني يا حبيبي هتأخذوا نعمة، وهتأخذوا تجديد، وهتأخذوا اتساع قلب. ده بالنسبة للخضوع، هنخليه as a definition كده عشان ما حملش على الستات، اجي على الرجال. يقول لهم وصية، يقول لهم حبوهم، حبوهم ها كما أحب، بس مش الحب الشهواني ولا المحب ان هي، عشان زي ما كلمتكم امبارح الحب في اليوناني ليه ثلاث كلمات وفي الاخر اسمه حب، مش حب شهواني وامتلاكي
ولا حب عشان أنا بقدم لها حبة هدايا المفروض هي يعني تخلي كده شوية يعني ها وتعمل لي الأكل وتدبر لي هدومي وي وي وي. ده حب رخيص، حب رخيص. أنا آسف، لا يندرج تحت اسم حب. ولكن معلمنا بولس الرسول يقول إيه؟ كما أحب المسيح الكنيسة. طب هو حبها إزاي؟ حبها إلى الموت، إلى الممات، حب الكنيسة. عشان كده معلمنا يوحنا ذهبي الفم يقول إيه؟ مع إن ما كانش متجوز الرجل ده، بس بيقول حاجة حلوة قوي، يقول أي ست، أي ست معمول في السوفت وير بتاعها، في السيت اب كده او في السوفت وير، اني لما تشتم رائحه الحب الصادق بتلين بسرعه. الرجال يقول لي لا لا في ناس اصعب يعني، لا ما حب صادق. بس خد بالك، زي ما كان الخضوع مش من نفسنا، مش من ذواتنا، مش من طاقتنا، هذا الحب اللي بيديه الرجل للمرأة لابد وأن يؤخذ برضو من متمم السر وهو الروح القدس. لازم يتاخد من الروح القدس. ليه؟ لأن أنت عاوز تحبها علشان شايفها هي في وقتها. أنا آسف آسف آسف، ها متشعننة شوي، ها نيرفس، لسانها جارح لرجولتك، تصرفاتها مش كويسة، بتكلم ماما وبابا، ودول هنقول في آخر المحاضرة، بتكلم بابا وماما بطريقة غير كويسة. ما انت علشان حبيتها بالقدر الإنساني، الكاباسيتي الإنساني بتاعتك، وفلست زي ما قلت لهم، فلسوا انت كمان، فلست، فلست. ليه؟ استنفذت كل طاقتك في الحب. ويجي ناس كتير يقولوا لي غسيل بغسل، صدقني يا ابونا، حمى للولاد بحملها العيال، بعد ساعات بجيب لها الشوبينج، بعد ساعات بروح اجيب لها سيلوتير، بجيب لها مش عارف ايه بقى. سوري سوري، كل ده لا يساوي حينما تصلي وتخش مخدعك وتقول يا رب اديني طاقة حب جديدة ليها. صدقوني كلامكم هيبقى ممسوح بالروح القدس. مرة، بس طبعا مش في الحب الزيجي يعني، مرة كان في واحد جالنا الدير، كان راجل في الآثار وكان جاي يعمل ايه، هو از ترابل ميكر يعني. ف سيدنا قال لي انزل كلمه. فالراجل متعب متعب، انا عارف ان انا هتخانق معاه، عارف كده، حاطط في دماغي ان انا هتخانق معاه، لاني ثلاث اربع ابهات قبل كده بيتخانقوا معاه، متعب. قلت ايه؟ طب ما تجرب زي ما قال كده بولس الرسول، خش خد قوه. دخلت الكنيسه قلت له بص يا رب، انا بقول لك اهو، انا خلي في قلبي سلام وخلي في قلبي طاقة حب للرجل ده، مع انه باللوجيك ما يستاهلش الحب. وربنا فتح قلبه. عشان كده حبايبي معلمنا يوحنا ذهبي الفم يقول حينما تحب انت مراتك تحبها الى الممات كما المسيح، هتلاقيها اوتوماتيكالي كده خضعت لك. مهم قوي 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 ان احنا نلتجئ للروح القدس في خلافاتنا، ونبتدي ناخد القوة. صدقوني بيدي اتساع قلب جديد. لما تخش الصلاة وانت متعبي منها، هعلمكم انتوا الاتنين دلوقتي طريقة صلاة. خش لابوكي، مش هو اللي جابكم انتوا الاتنين؟ خشيله وانت خش لابوك، ها، وقول له مش طايقها، قولي له بس كده يعني التنهيده دي وتعني كثيرا، ها.
تعني كثيرا. شوف الروح القدس هيعمل معاك ايه. يقول كده أبائنا القديسين في قديس جميل قوي اسمه ماري إسحاق، يقول عن الصلاة، يقول حينما تدخل وأنت مثقل بكثرة المشاعر المحبطة اللي احنا بنسميها النيجاتيفلي ثوتس، حينما تدخل وتطرحها من داخل قلبك، انت بتعمل كده امتنس كده لقلبك، بتفضي، ربنا هيبتدي يعمل داونلود تاني، بس الحب اللي بيديه بيبقى اكسباندد، النيتشر بتاعته يوسع. لو كان مثلا قلبك 4×4 سنتي، مش متر، هيخلوه لك 4×4 متر. ده قوة الصلاة اللي بيبقى موجودة في البيت. للأسف بيوتنا، معظم بيوتنا بتبقى فراجايل، تو فراجايل. قلت لكم من امبارح بالعلم صعبة ان الست او الراجل يعيشوا مع بعض، صعبة بالعلم، بالسايكولوجي صعبة جدا، لكن بتبقى فيه ميكانيزم بيبتدوا الاتنين بالثوتس الوردلي ثوتس، يبتدوا بيسموهم deceiving each other. لكن احنا في الزواج المسيحي مش كده خالص، يوجد روح قدس موجودة داخل الإنسان. الخضوع بالنسبة للسيدات أحب أقول عليه نقطة تانية، الخضوع خلينا نتكلم براكتيكلي فيه، بيقول في كما تخضع الكنيسة للمسيح، عشان كده في خضوع لحاجات خطأ، وللأسف بنعمل تويستنج كده، ما انتوا قلتولنا اخضعوا، لا، الخضوع للحاجات الغلط تبي تعمل مشاكل كبيرة جدا. نمرة واحد، اول ما تحب تخضعي صلي، افرضي انت وجوزك في جزء كده انتوا اتكلمتوا عليه ومش عارفين ان انتوا انت مش راضية على اللي بيقوله، ابتدي صلي، ما اخدتيش القوة لاني لسه كي جي وان في الصلاة، اجري لابوكي، وابوكي اول حاجة يصلي معاكي، مش اوتوماتيكالي انت عايزة رد منه. كتير قوي بيجونا ناس اقول له صدقني حبيبتي انا مش عارف اعمل ايه، بس خلينا نصلي. معظمكم بيحسب ايه ان سيدنا عايز يزحلق الحالة، لكن فعلا انا ببقى مش عارف، فنبتدي نصلي، الروح القدس يدي للاب الكاهن روح التدبير، طب اعملي كذا، يبتدي سنة 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 الخضوع يظهر. يبقى الخضوع كما تخضع الكنيسة للمسيح، خضوع لحبيب، خضوع لإنسان بيدي حتى الموت، حب حتى الموت. علشان كده مش الخنوع، الخنوع ايه؟ عارفين الفرق ما بين الخنوع والخضوع، النون والضاد كده تشلوهم كده، ها، هو حب، فرق ما بينهم حب. كان عندنا في الجيش لما نيجي نخش الجيش يقول لك طيع وبعد كده ايه اتظلم، بس طيع الاول، لا ده خنوع مش خضوع، خنوع لان مفيش حب. الحتة اللوجيك اللي بتخلينا مش بنخضع دي مهمة قوي ان احنا نعمل لها كليريفيكيشن كده. انت شايفة ان هو بيعمل حاجة انت مش قبلاها، يعني مثلا هو جاي من الشغل، خلينا ناخد امثلة كده، جاي من الشغل وانت راجع من الشغل وهو مبوز وانت مفلسة زي ما احنا قلنا،
وهاتي لي الاكل قوم سخن. تبتدي بقى الماتش، الماتش يبتدي بقى. ها او سكتي العيال قوم انت سكته. مش بيحصل بعد ساعات، صدقوني في خلافات زوجية بتحصل بكلام فارغ، كلام فارغ. خدوا بالكم اول لما تلاقوا الشرز بدأ، عارفين الشرز اللي انتوا ها عارفين لما زلطين، زلطين مش سفنجة وزلطة، ها زلطين بيخطف بعض كده بيطلعوا كده ايه الكتريستي شرز، بيشرزوا صح. لازم واحد فيكم يبقى سفنجة، ما ينفعش، لازم. عشان كده بقول حينما نختلف، ده في ثقافة، في طريقة اسمها طريقة الاختلاف. طريقة الاختلاف امشي من وشه على طول او امشي من وشها على طول. خدوا بالكم ده نوع من الخضوع مش الانسحاب. لا ازاي ده انا راجل، ده ما بتسمعش كلامي، وهي تعلي وهو يعلي، هي تعلي وهو يعلي، فين الخضوع؟ ما فيش خضوع، اتسحب. قلت لكم فيه قوة ثالثة تريد ان تدمر هذا البيت. معلش يا سيدنا اصلك انا بخضع كتير وهو خد على كده، ويعني الدنيا بقت مسخة، مش كده برضو ولا ايه؟ صح؟ لا انطقوا صح ولا لا، ولا انا غلطان؟ ايوة كده قولوا صح. احنا عشان كده نرجع تاني، علشان انت ما بتصليش، عشان كده الشيطان عارف هيخبط فين بالظبط. وعلى فكرة هو محترف، عارف ان انت راجع من الشغل، وعارف ان هم متضايقينك في الشغل، والرش اور دافت اكتر، وناس قالوا لك كلام كتير من 3-4 أسابيع، فانت كل ده عمال يخش جوه داونلود 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 لغايه اما انت تتعبي. ارجوكم اتعلموا ازاي تفرغوا قلوبكم في الصلاه. انتوا ستات بيوت، يعني ربنا مديكم الرقه والجمال ان انتوا تخلوا البيت متوضب وجميل. ها اتعلموا تخلي قلبكم كمان متوضب وجميل. ابتدوا طلعوا الحاجات اللي انتوا بتسمعوها على طول، الحكاوي، القرايه اللي على الفيسبوك. ها صاحبتك اللي عماله تنزل داونلود من غير ما سبكونشسلي، وانت عماله تنزل تدخلي جوه نفسك. ها كل ده بيحصل له داونلود في النفسيه واحنا ما بندراش. اكتر حاجه تقفش الحاجات دي الصلاه، اكتر حاجه لما تقول له كده يا رب انا متضايقه بس مش عارفه ليه، جوزي كويس والعيال كويسين بس انا مش عارف في حاجه مضايقاني، في حاجه من جوه في السوفت وير كده، عارفين لما الكمبيوتر يبقى في حاجه اسمها باد سيكتور كده، البطاريه تلخبط الدنيا كده تخليه فادت بسرعه كده، تقولي له في حاجه ممكن يا رب تفتح جوه انا مش عارفه. قوه الصلاه تفتح لك وتلاقيك ان انت خرجتي، هو ما عرفكيش لكن هديتي شويه. تكرار الصلاه يفرغ القلب شويه بشويه، مهمه قوي قوي. الرجاله تيجي انت زي ما انا قلت لكم امبارح، احنا ما بنعرفش النيتشر ما بيننا وبين بعض، الفيميل نيتشر والماسكولاين نيتشر. ها فانت راجع ومتضايق وهلكان ومش عاوز تقول لها على اخبار لان هي تريفايد، او لما بتسمع بتعمل لك دوشه في دماغك اكتر وبتعمل داون يعني لود عليك اكتر. ها مش كده برضه بيحصل؟ فانت اول لما ترجع، يقولوا علماء النفس ايه؟ احتضان الزوجة أول لما تيجي تخش البيت، ولو عندك أولاد احتضانهم. This is the first action that release حوالي 60% من المخزون النيجاتيف اللي جوه.
جاست الهاج اللي انت بتخش زيكو حبيبي ازيك حبيبتي عامله ايه، دي بس اتليست بتعمل لك ريليس ب 60% من النيجاتيف باور او النيجاتيف انرجي اللي جواك. ده نمره واحد. نمره اتنين، حاول بقدر الامكان قبل ما تروح البيت يبقى في صلاه. عارفين اقفلوا دماغكم بتاع الشغل، ولازم في رجاله حلوين قوي يخش البيت يقول لا انا بايد بتاعهم، بايد بتاعهم هقفل الكمبيوتر بتاع الشغل بمشاكله بضعفاته بان انا ادوني 3 أسابيع وهيبقى فايرد. ها، خش المخدع الصلاه وشوف، شوف ربنا هيبتدي يعمل ايه. هتلاقي في كده ريليس دخل جواك وبدا يطلع الخوف. خلي بالكم يا ستات، الرجاله بتخاف برضو. انتوا بتخافوا قوي، بس الرجاله بتخاف، بس مش بيخافوا من الضلمه والحاجات اللي انتوا بتخافوا منها، بيخافوا على المستقبل. اكتر حاجه تزعج الراجل الخوف على المستقبل. لكن يا حبيبي، اول ما تقول له يا رب انا واهلي بيتي هنيجي يا رب ونتراءي امامك، انت الراس. وعلمنا بولس الرسول لما يقول الراس والجسد، وارجوكم يعني دي ثقافه سائده بسبب الباك جراوند اللي احنا تربينا فيها، مش هنا طبعا، انا بقول للناس اللي تربوا في مصر، انا راسك مفروض تخضعي. يا ساتر يا رب، لا ده انت شيل الراس دي احسن. مش كده؟ لا لا، وعلمنا يوحنا ذهبي الفم برضو في الكتاب اللي انا بقول لكم عليك بتاع الزواج ده، جميل قوي، يقول ايه؟ لا تستقيم الحياه في الراس، بالرغم من ان الراس فيها ايه؟ فيها المخ، العقل كله، الديسيجنز كله. ها، لا يقدر، يو كان ايماجين كده، انا اهو قصادكم، نشيل الراس دي عن الجسد، ولا الراس هيبقى فيها لايف، ولا هنستفاد بالانتليجنس اند ذا فانكشن اوف ذا برين، ها، او المايند، خلينا نقول المايند احسن، ولا الجسد هيقدر ان هو يتحرك بدون الراس، بدون الراس. علشان كده لما يقول راس المراه فيها معنيين مهمين قوي. الراس الكفالي، كفالي باليوناني يعني راس، الكفالي جايه برضو ليها حاجه يعني الاصل، الاصل. اول لما يقول الرجل اصل المراه، ما تتنفخش شويه، خلي بالك مش انت بس الراس وبس، لا ده عشان انت خلقت اولا ومنك خرجت المراه، وبالتالي دي بالنسبه لك دي بقت جسدك. ومفهوم التاني للرأس أي أنه يدبر لخلاص باقي الجسم. ده الرأس موجود عشان كده، مش الرأس موجود عشان تبث الكبرياء عن باقي الجسم أبدا. يعني شوفوا كده، لما تهيألي يعني لما دي تبقى سخنة جدا، أو خليها متلجة جدا عشان إحنا في التلج، لما تبقى متلجة جدا وتحطوا صوابعكم كده على التلج ده كده، الصوابع دي جسد، الراس على طول بتحس، هي اللي بتدي الإحساس لبقية الجسد، لأن بتحب الجسد وتقول له إيه؟ ابعد إيدك لأن الصوابع دي هتتلج ويحصل لها كوربشن. هكذا الرجل للمرأة، هو قد جعل رأس ليها لكي يضمن، ايوه عاوز اجيب الكلمه، يضمن خلاصها، مش عشان يتكبر عليها، مش عشان يتكبر عليها. عشان كده بيقول احبوا نسائكم زي بالظبط السيد المسيح. الستات اول يما جوزها بيحبها في نوعيه كده، لما يحبها جوزها جدا كما أحب المسيح الكنيسة،
ربما بعض من النساء تستخدم هذا الحب في الكبرياء، في يبقى تمتلئ بالكبرياء وتحس ايه، هو بيحبني انا عارفه، وتبتدي مش لاجل ان هذا الحب يشحنها، يعمل كده تشارجنج ليها كده علشان تخضع لي، لان هي في كل استقبال لحب تقول له يا سلام يا سلام انا هخضع اكتر واكتر، يا سلام انت كل الحب ده فيه. علشان كده بقول ان لم يكن المسيح في البيت فسوري هنحب بطريقه العالم. ديانات كتيره جدا ونظم كتيره جدا فيها الجواز، وعلى فكره في ناس الجواز بس امراه واحده. طب ايه اللي بيفرق منا وبينه؟ لا، وجود المسيح. وعشان كده مش عشان نحيا او نحيا الموراليتي بس هنا، لا، ده علشان كل من يرانا يمجد ابائنا الذي في السماوات. كان عندنا امين خدمه واحنا كتاكيتز غمططين كده، فقلنا ده هيترهبن راجل كده كباره وجميل وروحاني وبيدينا وعظات وبيفولو اب، بيعمل لنا فولو اب على سبريتشوال لايف بتاعتنا. فقلنا ده اكيد ايه هيروح يترهبن، ها اتجوز كلنا قلنا لسه عيال صغير، ها قلنا اتجوز. طيب بعد ما اتجوز واحنا كبرنا شويه شفنا الايكون بتاعت الجواز، كلنا لما كبرنا وبقينا شباب قلنا الله عاوزين نبقى زيه كده، عاوزين لما نيجي نختار نشوف حب. طبعا مش حب ظاهر قصاد الناس، الحب حبايبي بيتحس، ليه سيجنالز كده بتطلع من جسم الانسان. على فكره مؤخرا عملوا البتاع ده كده، لقوا ان اول ما حد بيحب حد في حاجه اسمها الثيتا ويف، قاسوها عرفوا ان لا دي ويفز بتاعت حب، وبداوا يعرفوها. علشان كده في حاجه اسمها الايكون. ايه الفرق ما بين البيكتشر والايكون؟ انا خلصت خلاص، بس هقعد اسالكم شويه. ايه الفرق ما بين البيكتشر والايكون؟ احنا دي بنقول عليها ايكون. طب ايه الفرق ما بين البيكتشر اللي بنوزعها لكم؟ نعم حاضر، قصة. والايكون ايه؟ بتحكي قصة، ها؟ وايه قلتوا ايه؟ مدشنة. يعني ايه مدشنة؟ بالميرون يا فرحتي، ما انا عارف يعني مدشنة ايه تاني. ها اصحصحكم شوية عشان اضحككم. سوري ماستر بيس، اوكي ايه تاني؟ مخصصة للكنيسة، تمام، حقيقية، أشكركم. ها مختلفة عن البيكتشر، ها إيه اللي بيسبب الاختلاف اللي قالوه؟ كويس، حلو، الروح القدس. نجمع كل اللي قلتوه. الفرق ما بين البيكتشر والآيكون، الآيكون بتحكي حكاية، حتى لو الست العذراء كده سولاتري كده بتحكي حكاية، منظر العينين، ثبات الملامح، دي حكايه لوحدها. ابقوا روحوا ادرسوا ازاي الفن والايكونز، ما ينفعش ان اي بتاع كده نحطها في الكنيسه، لا ده ليها ميجرمنتس معينه، الناس اللي بيرسموا يعرفوا كده. الحاجه الثانيه انتوا قلتوا جميل قوي، فيها حياه. ليه؟ لان ابونا الاسقف او البطرك بيدشنها بالميرون، يدشن دي كلمه سرياني، اي يخصص، ها ويقدس، لأجلهم أقدس أنا ذاتي أي يجعلها خاصة بي. خدوا بالكم، عارفين أبونا الأسقف يما يجي يدشن أو يرسم الصورة لكي تتحول إلى أيقونة بيرسمها بالميرون، بيعمل إيه تاني؟ مين؟ بينفخ فيها، بينفخ فيها إيه؟ حلو، نفس النفخة
اللي بينفخها أول يما النون الصغير يقول له اقبل الروح القدس. يبقى هذه الأيقونة، عارفين في ترنيمة زمان نقول إيه، إن الصورة حية مش رسوم بالإين، إيماني أكيد، ها كانت في بتاع ترنيمة زمان أو كده بتقول إيماني أكيد إن الصورة حية مش رسوم بالإيد، ها آه. علشان كده لما تعلموا أولادكم، سوري دي كده سايد نوتس كده، لما تعلموا أولادكم إن هم ياخدوا بركة من الصورة، هو فعلا بيتلامس مع الست العذراء، فعلا بيتلامس مع ماري جرجس حقيقة، هي دي الآيكون، هو ده إيماننا. أو لما تيجوا قصار ست السيد المسيح في الكنيسة وتبصوها كده، أنتوا بتتلامسوا فعلا بحق مع السيد المسيح، ده إيمان كنيستنا. وهي دي الفرق ما بين الصورة اللي بتدشن جوه الكنيسة والبيكتشر اللي بتبقى عندكم في البيت. علشان كده خليكم أيقونة، كل اللي يقترب منكم يرى فيكم حياة، يرى فيكم حياة، يتعلم منكم. شاب صغير يشوف معاملتي مع مراتي ومع أولادي يقول إيه، سلام ده الجواز حلو قوي لو بالصورة دي، لكن at the same time لما يشوف بابا وماما اللي بيحصل في البيوت والخناقات والحاجات التي لا تليق. عشان كده بقول لكم، بأحذركم، حينما تختلفوا بلاش قصاد الولاد، أرجوكم مثلوا، آه مثلوا، لأن ده حقهم عليكم. إما أنتوا تختلفوا لازم بابا يتكلم باحترام جدا لماما، والعكس صحيح قصاد الطفل، هو من ذنبه يشوف خلافاتكم، هو إنسان كامل في المسيح. أنتم تختلفوا ما تطلعوش الاختلاف بتاعكم بره أوضتكم، ما فيش صوت عالي عشان ده بيزعج الأطفال. أنتوا تعرفوا أن نسبة الهوموسيكشواليتي بتزيد في العالم بسبب أن الولد مش شايف الصورة بتاعة الراجل، أو البنت مش شايفة الصورة بتاعت ماما، للأسف. وللأسف للأسف اقتربت هذه الأمراض وبدأت تدخل كنيستنا بسبب عدم التعامل المحترم والاختلاف المحترم. اختلفوا طبيعي هنختلف، بس اوعوا، بقول لكم اهو كأبوكم بحذركم، بحذركم اني تختلفوا قصاد الولاد الصغيرة، مش بترجاكم، بأحذركم، ده بيدمر الولد والبنت، بيخليلهم الأيقونة بتاعت الجواز سيئة للغاية. مش عايز أوجع قلبكم، كفاية أنا قلبي وجعني، بس لما بقعد مع الشباب يقولوا لي جواز إيه، وأنا ميك فان وخلاص، جواز إيه ده قرف. أرجوكم حبايبي بالسر المقدس اللي موجود في الروح القدس اللي بيوصلنا للمسيح بسبب ولادنا، زي ما بيقول الكتاب المقدس، بسببكم يجدف على الاسم الحسن. بسبب ما بتيجي تختلف ما بتعملش كنترول لغضبك، ولا انت بتعملي كنترول للسانك اللي بيبقى زي الكرباج، ها انا تملى اقول الراجل عضلاته في جسمه او قوته في عضلاته لكي يحامي على امرأته، والست عضلاتها فين؟ اشوفه قالها على طول. ارجوكم حبايبي اجعلوا هذا اللسان يمجد الله ويباركه فيه، بدل ما تقعدي تشحني زي ما احنا قلنا، وبدل ما تقعد تشاحن خش مخضع الصلاة. للأسف ما بنصليش، وللأسف أول يما أبونا المدبر يقول لنا صلي يا بنتي أو صلي يا ابني، حاضر حاضر بس أعمل إيه تاني؟ السلام، لهذه الدرجة قلت الفاليو بتاعت الصلاة. طولت عليكم،
الخضوع للمرأة بسبب حب الرجل لها، وحب الرجل بسبب خضوع امرأته، والاتنين بيبرزوا عملين قواي جدا قد عملهم المسيح. قد خضع، خليكم معي، قد خضع السيد المسيح للآب لكي يفعل مشيئته، مشيئة الآب مش مشيئة نفسه، ها؟ مشيئة الآب. وبالتالي حينما تتعلم المرأة هذا الخضوع وتأخذ قوته من الروح القدس، مش من عنديتها، مش من شخصيتها، هتبرز الخضوع الإلهي. هكذا الحب عند الرجل حينما يأخذ من الروح القدس اللي تمم هذا السر ويحب امرأته إلى الممات. عارفين إلى الممات يعني إيه؟ مش هتموت عنها، ها؟ لا، إلى الممات بتخنقني يا أبونا، أنا أصلك اتعبيت بالحاجات دي، فأقولها لكم الإكزامبلز دي. بتزن، معلش قول لها ما تزنيش، حاضر. الطريقة how to approach to the other مهمة قوي، ها؟ إلى الممات، إلى الممات. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين. أني كويتش فطر. الإملاك والامتلاك، كويس. الإملاك لازم يبقى أنا عارف اللي قصادي ده، أنا 50% و50% يكون واحد. ركزوا معايا الله يخليكم، في تدريب صغير كانوا بيقوله لنا في الكلية، يما حد بيتمشى كده بتاع، تركزوا، ها، ركزوا. الله الله يعني يعطيكم استنار. ركزوا، امتلاك ده نيجاتيف، دي نيجاتيف ووردز. انا حاسس بنقص، والنقص ده محسسني ان انا قليل، وبالتالي انا عايز اخد امتلك. لكن الاملاك زي بالظبط، انتوا اول لما بتبتدوا انتوا الاثنين تتملكوا هذا البيت او املاك هذا البيت، الاملاك لا يوجد فيه انانية ابدا، لكن الامتلاك فيه انانية، possession، انا عاوز اخد، وعاوز اخد، سوري غصب عن بوز التاني، انا اسف بتكلم الكلام الوحش ده، ها، غصب عن التاني، ده الامتلاك. وسوري التاني هيدي لك حتى لو رضا، ها، هيدي لك حاجة ناقصة، لان هو بيديها وهو متمرر. لكن الاملاك بالضبط زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، الآية دي تفيد أول حتة دي، يقول إيه؟ ليس للرجل إيه؟ سلطان على جسده بل لامرأته، وليس للمرأة سلطان على جسدها بل لرجلها. ده الإملاك، كأن بالضبط بتدي كدو للآخر بطيب خاطر، وهي دي الأغابي، هي دي الأغابي، هو ده الحب اللي بيقدمه المسيح. أنا بدي مش منتظر ان انا اخد، بل بالعكس انا بدي. لكن خدوا بالكم زي ما القديس كيرلس بيقول، ان حب الاغابي لا يرجع فارغا ابدا، لا يرجع فارغا ابدا. زي ما قلت لكم امبارح، السيد المسيح لما ادى نفسه وغيرنا وغير طبيعتنا، انتوا شفتوا العالم كله جاله عن طيب خاطر. ده الفرق ما بين الامتلاك، دي نيجاتيف وورد، وانا عاوز اخد غصب عن التاني وهيدهوني، ولو ما ادهونيش هعمل وهعمل 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 زي ما بنشوف. لكن الاملاك عن طيب خاطر بقول له تفضل، دي فعلا انا بديك كل نفسي. وهو ده زي ما بيقول معلمنا يوحنا المعمدان، يقول ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص. تملي بقول ايه لكل خطيبين كده، لينوا في الايه دي كده، ها،
لينوا فيها. عارفين العربية في مصر، انتوا هنا بتركبوا العربيات على طول، في مصر لازم نلين كده، نمشي ايه كيلومتر كده صغيرين علشان لغاية ما العربية تلين. ها، لينوا ان كل علاقتكم، الرجل يقول للمرأة ينبغي ان انك انت تزيدي وان انا انقص، مش تقليل من رجولتك، وهي ينبغي ان هذا يزيد وان انا انقص، مش كسر للأسف لكينونتك كمرأة، ها، بس كسر للكبرياء الذي في مرات قليلة بيلعب الشيطان بيها. طب مين اللي يزيد ومين اللي ينقص لما كل واحد يقول كده؟ فمعلمنا يوحنا الذهبي الفم يقول كلمة جميلة قوي، يقول ينبغي أن فرديتهم وأنانيتهم تنقص، وأن المسيح الذي يجمعهم هو الذي يزيد. لأن خدوا بالكم مفيش حاجة هتشبعكم إلا المسيح. خدوها على مستويات كتير، على مستوى الأكل بناكل كتير بس بنرجع تاني نجوع، مش كده برضو؟ نمرة اتنين، على المستوى الجسدي الجنسي طبيعي خالص، انتوا كلكم أزواج وعارفين، لكن بعد ما بتتجوزوا بتعرفوا ان الموضوع الجسدي لا يمثل الا تعبير الجسد عن الحب، لكن الامور ده كبير. او انا بقول للشباب كده، بقول لهم في فرق ما بين العبادة للجنس، ها، وفي فرق عن الحب. انت بتحب خطيبتك او بتحب حبيبتك لان هي حاجة تانية خالص، لكن السكس هو عبارة عن الجسد ده من ضمن طبيعته عايز يعبر عن الحب، فتعبير الحب هذا الجسد عن الحب هو ده السكس، وده في ليميتس ربنا حطت له ليميتس. لكن تعبير الحب الوجداني والحب الروحي ده حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. عشان كده نشوف أبائنا الكبار لما بيعجزوا، قصدي لما بيبقوا شباب يعني، ها، تلاقيهم ايه يقولوا كلمة جميلة قوي، يقول ده كفاية نفسها في البيت، او كفاية نفسه في البيت. يبقوا مثلا ايه، ربنا يديهم الصحة، 75-80 شباب يعني، ها، وبالطب غير قادرين على إقامة علاقة جسدية، لكن تلاقيهم لا ده هم براكتسينج حب تاني، حب الخضوع. تشوفوا أمهاتنا الكبار خاضعين إزاي لأزواجهم، إيه ده؟ تقول لكم نفسي على أيديكم بنعمة المسيح وبإرشاد الأبهات إن شاء الله نطلع طغمة الأشابين دولة، عايزين الأشابين دولة يبقوا موجودين، ها، وبدل ما ابونا يبقى قلبه يوجعه يبقوا في ناس منكم عاشوا زيجة صالحة، ويجي يقولوا له ايه اتفضل، يجوا هنا زي الطقس بالظبط ويسلموهم لايدين ابونا، وابونا يبتدي يجلسهم على العرش كملكة وملك ويبتدئ صلاة الاكليل. هو ده الطقس الجميل بتاع كنيستنا، وهم يقولوا يمسكوا شمعتين، على فكرة مش شمعتينات بقى اللي أنا بقول لكم دخلت في الموضة، بياخدوا شمعدانين يقفوا كده ويقولوا إيه إحنا صرنا نورا لهم، صرنا إيه، صرنا نور ليهم. خدوا بالكم، ما ركزوا ارجعوا تاني بقينا، ما أنا بقول لكم التدريب ده هياخد فترة عشان تبتدوا فيه. عشان كده بأنور ليهم، وطول فترة الجواز الأشابين دولة هم اللي بيبقوا أوصياء عليهم. يعني لما تيجي هي تتضايق منه تروح للأشبينة بتاعتها تقول لها يا طنط أو يا ماما عمل فيا كذا وكذا وكذا، تقول لها لا معلش مع الرجالة انت لسه بتعرفي شخصيته طبيعته، بس انا ما كنتش عارفاه كده، ده طلع كفته، طلع اي كلام، ها، طلع اي، لا حبيبتي ده هو الراجل بيحب كذا وكذا 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 وكذا. تبتدي ترشدها هكذا، الراجل اول لما يجي كده يقول له مزعلها ليه، لا ما تزعلهاش، الست بتحب كذا كذا كذا،
يبقى دول بيبقوا كأنهم مدبرين، لأن هم مروا. وبيستحب أن ما يبقاش الأب والأم، لأن الأب والأم اللي هيجي جنب بنتي هوريه. أنا تملى أقول إيه؟ تملى أقول أن الرجل الأول في حياة البنت هو أبوها شطار، والرجل الثاني هو جوزها. ليه بقى؟ لأن البنت بتحب أبوها. ليه؟ لأن بالنسبة له هي البرنسس، هي أجمل واحدة، على طول بيقول لها كلام جميل. عشان كده أقول رنج للرجالة، ها، الست تحب ثلاث حاجات في الراجل، فبليز فولفيل ذيس ريكويرمنت. ها، بتحب دادي وبابا، بابا اللي شايفها جميلة all of the time، تخنيت رفعت شعرها كبير، قصت شعرها، مش عارف ايه، الله ده كده جميل، الله، ها، عايزة بابا، بابا اللي هي حتى لو شكلها ملخبط وتعبانة، ها، بابا عمره هو بابا قال لكم حاجة غلط؟ ها، بابا عمره ما يقول الله ده انت جميلة قوي، بيشوفها جميلة برنسس. نمرة اتنين، عاوزة حبيبها اللي سابت الولاد كلهم والرجالة كلهم وهي ارتبطت بيها كده. ونمرة تلاتة، عايزة راسها وسندها، الراس، ها، الراس اللي هتعتمد عليه. وانتم الستات، الست عاوزة، الراجل قصدي، عاوز ثلاث حاجات في الست. قولوا معايا، عاوز ايه؟ عايز ماما. بتضحكم، لكن عاوز ماما في ايه؟ بس استنوا، بس استنوا، انتوا فتحتوا على نفسكم. keep quiet please. عاوز ماما، ها، مش بيصرخ عاوز ماما، ها، لا، هو عاوز ماما اللي بتغطي على اخطائه، ومش كل شويه واقفه له زي الددبان، وانت عملت وعملت، و2016 عملت كذا، و2008 ايه ده؟ خد بالكم، ما دي النيتشر، للاسف انتوا مش عارفين عن بعض. انت بتفكري فيه زي ما بتفكري في نفسك، بتحسبيه زي نفسك، لكن هو اي ولد او اي راجل ما يحبش الخنقه، ما يحبش حد ايه يحاكمه كتير 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 كتير. بتتخنقوا مش كده؟ بتتخنق، انا كراجل بنتخنق، لكن هو عاوز ماما اللي ايه، ما تعملش كده تاني، ومش هنقول لبابا، بيحب قوي يسمع الكلمه دي. تعديله، ويما تيجي تعديله تصلي من اجله، لان ماما يما ابنها بيعمل مصيبه تبقى مش عارفه تعمل ايه، هتقول لابوه هيمسكه يفرتكه، طب تعمل ايه؟ تلجأ لله وتقول له ارجوك اديني معونه، اعمل ايه؟ عشان كده خليكي ماما ليه، خليكي حبيبته فعلا، زي ما احنا قلنا ساب كل البنات وحبك انت، خليك زوجته وحبيبته. نمرة ثلاثة، خليك المدير العام، مش المدير العام اللي هيحاسبه، لا، الستات عندهم السوفت وير حاجة اسمها الديتيلز، بدل ما تستخدمي الديتيلز وترخمي عليه، ها، لا، استخدمي الديتيلز دي، عندكم نعمة كبيرة قوي صدقوني. لا دي نقدر نشتريها دلوقتي؟ لا دي لسه دلوقتي. الرجالة غلابة، عايز يشتري في أي وقت أي حاجة في أي وقت، لا، الستات بتاعتهم الأورجنايزر بتاعتهم، لا مش دلوقتي، دي ممكن نعمل دي. وعاوز من ضمن المدير العام، عاوز حد يربي له عياله، كيرينج، وانت تعمل لها بروتكت وهي تعمل لك كيرينج. ست تقدر، الرجل يقدر يعمل وان اكشن بس in a moment، الست تقدر تعمل ستة اكشن، سبع اكشن، ربنا مديها كده، تعلق على تسخن الاكل وتروح تكوي مش عارف ايه، وتجيب الولد تحميه، وبعد كده تروح تفيا الاكل، وده عندها اورجنايزر في دماغها، ربنا محاطط فيها السوفت وير ده. خليكي اورجنايزر ليه، رتبي له دماغه، رتبي له مواعيده، رتبي له ما دخوله للكنيسه، احنا بقالنا كتير ما رحناش نصلي،
رجعي لحضن ربنا. ثلاثة والثلاثة دول تحفظوهم، ما قصدي بابا اللي بيشوفها برنسيس حبيبته، والثالثة ايه؟ راس. وانتي ماما حبيبها، والحاجة التانية الأورجنايزر. ما تنسوش الحاجات دي أرجوكم، تخلوها في السوفت وير بتاعكم. Any question؟ تفضلوا عشان الوقت. Thank you. ربنا يخليكم.